الحياة فضيحة، ومن لا يجربها كما نقول بالعراقي أمر خسارة. قد يستغرب بعض هذا القول ويحتاج ويعتبر أنها دعوة لممارسة الرذيلة وما إلى ذلك. لا، الأمر ليس هكذا، لكني سأوضح ما أعني بهذا لاحقا. فقولوا ما قلت: أن الحياة فضيحة، وأن كل من لا يجرب هذه الفضيحة ويعيشها بتفاصيلها لا يستطيع أن يدعي بأنه امتلك عمرا أو تجربة أو حياة حقيقية. الخوف المرضي من الفضيحة كما أرى هو سر تخلفنا وحاجتنا المتواصلة للكذب والنفاق والادعاء والدجل. فلولا هذا الخوف لما تدهورت أحوالنا، وحتى باتت كل أدوات الكذب تبدو كما يبدو بأنها حاجة ماسة يطلبها الجميع، وبدونها حسب تجربتنا تتعطل الحياة وتشتعل الأزمات والمشاكل التي لا حصر لها. تخيلوا فقط لو خرج سياسي واحد، يعني حتى لو كان مسؤول عن قرية صغيرة، قال كل اللي أعرفه وكشف كل الأوراق والمواقف والاتفاقات، فتخيلوا نتيجة هذا الاعتراف. تخيلوا أيضا رجل دين مثلا يخرج ويقول الحقيقة اللي يخفيها أمام الجميع عن معتقدات الحقيقية وليس بالشكل العام الذي يظهر به إلى الناس. تخيلوا مثلا امرأة تعترف بمغامراتها العاطفية أو السرية، سواء في مرحلة المراهقة أو حتى حياتها الزوجية. تخيلوا اعترافها بأنها تشتهي شيء معين أو تضحك أو تمارس قضية معينة تبدو غريبة على المجتمع. تخيلوا أيضا اعتراف زوج أو أخ أو ابن أو عموم الناس بأخطائهم ومحاولتهم وسعيهم الدائم لإصلاحها، بدلا من الادعاء بأنهم لا يرتكبون أخطاء ولا يعرفون شيئا اسمه أخطاء، ويقدمون صورة ممتازة عن أنفسهم على طول الخط. هذا كله يوضح لنا بأنه إحنا نعتقد بأن اعترافنا بالأخطاء هو أخطر أنواع، يعني من أكبر أنواع الفضائح. يعني هذا هو بالنتيجة يؤدي إلى أنه إحنا نمتنع عن أن نقول للقاتل أنت قاتل، ونمتنع عن أن نقول للفاسد أنت فاسد علنا وبغض النظر عن ما يجري. نمتنع أن نقول بأن هذا الدين الموجود هو دين جيد، ونحدد من هو، وليس نقول كلام عام، نقول هذا هو الشخص الذي لا يمثل الدين الصحيح ويجب أن نطالب بالدين الصحيح، لا أن نطلق الكلام العام السطحي الذي هو نوع من التسويف والمماطلة وتقبل واقع الحال، بل والتغطية عليه والتواطؤ معه. طبعا راح يرد البعض ويقول ماذا تقول يا رجل، مثلا هل تدعونا لأن نضح أنفسنا بأنفسنا؟ أقول نعم بالضبط، هذا هو بالضبط هو المطلوب، يجب بل يجب أن نفعل هذا الأمر بأسرع ما يمكن، لأن من الوقت الزمن يفوتنا والأمم تقدمت وتطورت وإحنا ما زلنا نستر على روحنا وعايشين بالستر وثقافة الاجتناب والخشية من أي مواجهة حقيقية لمشاكلنا. طبعا من حق الجميع يعني أن يعترضون على هذا القول وهذا الطلب، ومن حق بالمقابل أن أرد وأقول يعني هل هناك فضيحة أكبر من أننا وطوال قرنين تقريبا عالة على العالم؟ هل هناك فضيحة أكبر من أننا لم نقدم للبشرية إلا قيم التطرف والتعصب بدلا من قيم المحبة والتسامح والتعاون بين البشر؟ هل يعقل أننا يعني هل من الشيء المشرف أنه ما قدمنا أي شيء إيجابي للعالم؟ يعني هل هناك أكبر من فضيحة إلقاء التهم على الآخرين وتبرئة أنفسنا من كل شيء؟ هل هناك فضيحة أكبر من عدم اعتراف مسؤول واحد بخطأ واحد ليس الآن فقط بل طوال تاريخنا؟ لا، ما موجود. أعطوني شخص واحد اعترف بأخطاء، أو ولو بالعكس أكو هنالك الناس تعلمت أن تتطوع للدفاع عن أخطاء الآخرين
كلنا نتذكر استقالة جمال عبد الناصر بعد ما تسمى بنكسة حزيران، وهي هزيمة شنيعة. هزيمة شنيعة ليس من قبل الكيان الصهيوني، بل من قبل يعني هزيمة احنا من داخلنا انهزمنا، وإلا ما لا يمكن أن يهزمنا أحد، لأننا لم نكون على درجة من الصراحة والمكاشفة والشفافية مع أنفسنا ومع قيمنا ومع معتقداتنا ومع كل شيء حولنا، سواء على صعيد الواقع المادي أو على صعيد الأفكار والثقافات. عموما أنا أشوف أن الفضيحة يعني حاجة ماسة ويجب أن نعيشها ونجربها بشكل كامل، وبدون هذه، بدون أن نمارس هذه الفضيحة والفضح ما لدينا، لن نتقدم لا كعرب أو كمسلمين أيضا. وهذا الأمر لا يشمل العرب والمسلمين، بل جميع شعوب العالم. عندما لا يمارسون عملية الفضح والكشف لن يستطيعوا أن يتطوروا، بل بالعكس هو أشبه بشخص مصاب بمرضان، مرضان حلوة هاي، لكن مصاب بسرطان مثلا يعني، وهذا الشخص يرفض أن يعترف بمرضه. فماذا تتخيلوا النتيجة؟ تخيل أنه تتعقد الأمراض وتظهر عليه في كل أعضاء الجسد الأمراض، وتصل إلى مناطق لم تكن مصابة سابقا. وهذا ما يحصل بالضبط على جسد مجتمعاتنا بأكمله. فحتى ما أطول الكلام، راح أوضح بنقاط محددة. إحنا أقول يجب أن نعيد النظر في يعني في سلم القيم السائدة، نعيد تفكيك معانيها، وبحقيقة هي أغلبها بالواقع تحمل معنى شائع مقلوب، ولابد أن نعيد تقويمها يعني نقومها من جديد على قدميها بشكل حقيقي. ومن هذه القيم مثلا مفهوم النهضة، مفهوم يعني كثير مفاهيم النهضة، ما ننهض من ماذا مثلا؟ علينا أن ننهض من المستقبل وليس من الماضي. النهضة المقصود بها أن ننهض من الماضي، أو نعيد ما هو نائم فينا وننشط من جديد. وما هو نائم فينا هو تراثنا، وتراثنا له علاقة بالماضي، ذهب مع الماضي. لا يمكن أن تنهض من جديد مع هذه الأشياء. وهذا نفسه من يقول لك حركة النهضة العربية وحركة إحياء علوم الدين. إحنا ما نريد إحياء علوم الدين، إحنا نريد يعني نعالج مشاكل الدين. أنت تحيا علوم الدين ماذا تحيي؟ ماذا تحيي؟ شيء قبل ألف عام؟ ماذا؟ ما حاجتنا لهذا الإحياء؟ هذا شيء خطأ، و يعني ترويج لمفاهيم نعتقد بأنها غير قابلة للنقاش. لا بالعكس، لا يوجد شيء اسمه، ما نحتاج إحياء علوم الدين مثلا، ولا نحتاج إصلاح الدولة والمجتمع. هاي كلمات عامة، إحنا نحب حاجة أن نعيد النظر بكل شيء ونتناول الأشياء، نعيد النظر بأسس ما حصل، الأسس الثقافية والمعرفية والدينية والاجتماعية، الأصول الثقافية التي تقوم عليها معتقداتنا وأفكارنا بالكامل. دون هذا ما راح يمكن أن نعيش في المستقبل. هذا معنى احنا لابد أن نمارس فضيحة أو نتقبل فكرة الفضيحة عقليا. أنا ما أقصد كما قلت الفضيحة بمعناها السائد، أنا أقصد الفضيحة بمعناها الكبير المهم الذي يحتاج كل إنسان لكي يراقب نفسه ويعيد النظر فيها ويتقدم بسبيل أن يتقدم، وليس في سبيل أن يتكلس أو يتخلف أو يتراجع. من هنا يعني نشوف أنه ماذا نفعل احنا؟ نفعل أنه نعيد نستر على فضائحنا. يعني احنا جهدنا الجهيد في مجتمعاتنا دائما منصب على ستر، نستر يعني مجتمعاتنا. عندما لاحظت دائما الجميع يصرخ ليل نهار يطالبون بالستر، يعني حتى كل شيء تقريبا بات حياتنا مستور، لا نعرف ما هي الحقيقة، كل شيء كاذب ومزيف. يعني بدءا من رؤوس نسائنا وبناتنا، وانتهاء بستر حكوماتنا، عار حكوماتنا وفسادها وفساد القائمين عليها رغما عن نوفنا طبعا، او
أو برضاتنا أو مبايعتنا أيضا أو تواطئنا معهم. الستر بهذا المعنى هو يعني أصبح تستر على فضيحة، فضائح لا أول لها ولا آخر، يعني فضائح بالجملة، يعني بالعراقي يقول قلب واستنقي، يعني بفضائح. هذا أدى إلى أن يصبح الستر نفسه عملية شكلية، وحتى وصلنا إلى درجة أنه ما نحتاج أن نبرر عملية الستر، ستر الفضائح. بالعكس، ستر يقول لك أكو فضيحة استر عليها ولا تنشرها، لا يجب أن تنشرها. هذا حال الحجاب على النساء، رؤوس النساء، والعمائم على رؤوس رجال الدين، كلها أصبحت مسائل مزيفة. الهدف منها ليس التعبير عن ذات الإنسان وحقيقته، لا، الهدف منها إرسال رسالة غش وكذب ودجل وستر، يعني والدعاء أجوف وفارغ، كما يعني كما هذا الفراغ كما نشاهده في حياتنا، الفراغ والفساد نشاهده عمليا. من أين يأتي؟ من هذه المظاهر التي تنتشر بنا، والقيم الفاسدة التي نؤمن بها ونعتقد بأنها أصبحت حقيقة لا تقبل الجدل، ولا يمكن إصلاحها ولا يمكن التراجع عنها. هذا القول أنا أقول بأنه إحنا أصبحنا نستر على أنفسنا، لكن الحجاب كما يقال أو أقول أنا ما أعرف، الحجاب لا يحجب الحقيقة. ليس الحجاب على مستوى النساء، على مستوى الحياة بأكملها، أنا حياتنا بأكملها حياة محجبة ومزيفة وغير ولا تشي بحقيقتها التي هي مكشوفة بالمناسبة. يعني احنا كلنا نعرف، لكن احنا نطمطم ونلفلف المواضيع بطريقة سيئة جدا، وهذا أدى بالتالي لأن كل شيء أصبح مجرد مظاهر وشكليات، ولا تدل فقط إلا على انضباطية أصحابها، وهذا الانضباط كاذب. كما قلت، هذا أدى لأنه إحنا نمتنع عن مشاهدة الكوارث التي تنتشر داخل جميع أرجاء حياتنا العملية، وأيضا حياتنا المعرفية والفكرية. الانفتاح بالتالي مطلوب، وهذا اللي لابد أن نصل إليه، شئنا ما بينه، لأن الواقع لابد أن يفرض نفسه. العالم الآن اختلف، ويحتاج من الجميع أن يقدم ما لديه، فإن لم يكن لدينا ما نقدمه سوى الإرهاب والعنف والتطرف، أو أيضا أو الإنكار، إنكار التطور العلمي والتقني والتكنولوجي والمعرفي، وباقين في مجاهل الماضي والتاريخ، فهذا العالم ما راح يتقبله ويتحمله. يعني صحيح يعني الآن مستفيدين من، يعني احنا مجرد مجتمعات استهلاكية يصرفون بها بياناتنا بضائعهم واعتمادا على ثرواتنا، لكن بعد ان تنظم هذه الثروات ماذا يكون؟ لا يبقى لدينا شيء. بالنتيجة احنا كما يبدو يجب أن نفهم بأنه لا تغيير ولا تثوير ولا تنوير فكري وثقافي وحضاري بدونه ما ممكن إحنا نتطور ونصل إلى مراتب، أو على الأقل نلحق أو نصطف مع الآخرين في تقدم الحضاري. الكل ما نفعله هو مجرد بدلا من التثوير والتنوير مجرد تسخير وتغرير بالناس واستغلالهم واستثمارهم بطرق بشعة، أقل ما يقال عنها بشعة واغتصاب بصراحة. يعني الآن أنا دائما أقول بأنه المجتمعات العربية ترفض الزنا وعلى صعيد الأفراد، لكن بالحقيقة الدين الذي نؤمن به، الدين الشرعي الذي نؤمن به، يغتصب الناس يوميا، يغتصب حقوقهم، يغتصب أفكارهم، يغتصب خصوصيتهم. الاغتصاب عملية محللة وبالعكس مباركة من قبل الدين الشائع والقائمين على هذا الدين الشائع. الدين هو أكبر شيء، أكبر عامل يغتصب الناس حاليا، يغتصب ويبتز الناس بكل الطرق وبكل الأشكال. الإنسان يعني مستغل، مهان، مدمر،
لا أحد يحتفل به، وبالعكس كل الإطناب والتكريم لقضايا أصبحت يعني بحكم يعني في مجاهل التاريخ ولا تنفع ولا بالعكس تضر وتؤذي. نحن بالتالي أعداء أنفسنا، طالما استمرنا على هذا الواقع إحنا أعداء أنفسنا، وحتى أصبحنا يعني نطير من أي تغيير. فما هو الحل برأيكم؟ لابد أن نجد الحل. الحل كما قلت هو أن نفضح أنفسنا بأنفسنا، أن نمارس الفضيحة الكاملة ونعيشها بحلوها ومرها. يعني الحياة هي ما تعاش إلا على شكل فضيحة. الموت هو 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 هو, هو الستر الوحيد. الحياة هي بأكملها فضيحة. يعني أن تكون حيا معناها أن تعيش الفضيحة. الفضيحة هي اللي يعني اللي هي كما يقال مثلا، الحياة هي صراع وأبداع وخيارات وخطط ورؤى. يعني هي هاي الحياة، فهاي كلها عملية فضح مستمرة، فضح لذواتنا للاختبار. فهاي العملية لابد أن نواجهها ونعترف بها ونعتبرها مسألة طبيعية. فأيهما نفضل؟ أن نعيش هاي الحياة المفضوحة الحقيقية الواقعية، أم نعيش على شكل ستر؟ هاي معناته إحنا نعيش بطريقة الموتى، ما نعيش الحياة بشكل حقيقي. غالب العكس. أيهما تفضلون؟ هل تفضلون يعني حياة تحتشد بالجهل والإهانة والاغتصاب والكذب والدجل، أم تعيشون وحياة العطالة والفساد والتعصب، أم تعيشون حياة الإبداع والتغيير والتفكير والتثوير والتنوير؟ أيهما تفضل؟ تفضل حياة في عالم مظلم موبوء يخشى الجار من جاره والأخ من أخيه وما يسمى مواطن، بالعكس هو مو مواطن متابع، ما يسمى من المسؤول ومن الحاكم ومن الرجل الدين أي حياتها، كل حقوقنا مغتصبة جميعا. فهذا الشيء يجب أن يتوقف، ويجب أن نخجل من الكذب على أنفسنا وادعاء، وفوقها ندعي حرية التعبير، وهذا الشيء لا يجوز. أقول أختصر وأقول إحنا يجب أن ننتفض، لأن الدول أو نشعر بالإهانة، لأن هناك دول سبقتنا وابتكرت مثلا لقاح لمرض يهدد البشرية. ليش ما نحتاج على هذا الشيء؟ ليش ننتفض مثلا لامرأة رفعت أو تخلت عن الحجاب، وبدل ما نشجع نساءنا أن يكون المستوى مثلا ميركل أو كاميلا هاريس نائبة رئيس أمريكا، أو مستوى باحثات وعالمات في الفيزياء وفي الطب وفي الفلك ورائدات فضاء؟ ليش ما نطالب بهذا الشيء؟ نحتاج ليش نطالب نساءنا بأن يكون بمستوى هؤلاء؟ يعني هذا الشيء الصحيح، مو أن امرأة رفعت الحجاب وانت شعليك، انت شلك علاقة؟ هذا مسألة ما تخصك، يعني هذا تدخل بشؤون ما تخصك، حتى لو أختك لو أمك لو خالتك لو عمتك لو زوجتك، مسألة ما تخصك، هذا قرار خاص يجب أن تقدره وتحترمه. عندما نكف عن التدخل في هذه القضايا، ذاك إحنا نعتبر أنه كل سلوك فردي هو عبارة عن سلوك خاص، يعني استقلالية إنسان بحياته بسلوكه بتفكيره، أن ذاك إحنا نقدر نقول بأنه أنا عشنا حياتنا ومارسناها بشكل حقيقي، والهدف هو أنه يتعاون الأفراد فيما بينهم من أجل يعني بناء مجتمع متكامل متعاون، وليس بهدف أن يتحولون الجميع إلى كتلة متراصة عمياء يعني لا تفكر، مجرد تتحرك بشكل قطيعي. هذا شيء كان أيام يعني مراحل مبكرة من التاريخ، وخاصة في العصور الإسلامية الأولى والبشرية بأكملها كان مطلوب. الآن بالعكس، الآن ما عندنا مفهوم الجماعة، بالعكس مفهوم والجماعة والأمة مفهوم ما عاد مفيدنا، ولا الملة، هاي كلها مفاهيم بالية، ولا العشيرة، ما عاد الإنسان يحتاج هاي الأشياء. الإنسان الآن يحتاج أن يستقل. الشعوب الآن والبلدان العالم بأكمل الآن رأس مالهم الكبير هو رأس مال يعني الإبداع الفردي. كل ما امتلكت مواهب وطاقات وفردية مبدعة الشعوب،
كل ما تقدمت وتطورت. سابقا كان الأمر بالعكس، كل ما كانت أكثر يعني تراص وإلغاء للفردية والإبداع والروح الإبداعية داخل الإنسان، كل ما كانت الشعوب تستطيع أن تصمد أمام الغزوات الخارجية. الآن ماكو، أكو قانون دولي وأكو أعراف وأكو قوانين عامة تحكم الجميع، وبإمكان الإنسان أنا عايش في أوروبا حقوق مصانة، ما عندك ما تحتاج تخشى من أي شخص، افعل ما تشاء، لكن المهم ما تعتدي على الآخرين ولا تاخذ أو تهيمن عليهم وتجبرهم على تقاليدك وثقافتك، لا خلي براحتك. وبالتالي أنت حقوق مصانة والكل مرتاحين، والكل يأمل في مجاله واختصاصه وفي تنمية طاقاته الخاصة. فأنا أقول لابد أن نشعر بالإهانة، وإحنا عندما نشوف العالم يتجه للأمام وإحنا نتجه وحدنا نتجه للخلف، ومع هذا نفتخر بهذا الاتجاه للخلف. بالتالي من جعلنا لا نشعر بالإهانة هو لما أولياء الأمور كما يسمون نفسهم، واللي فشلوا بكل أمر طبعا، عندما يجبرون على طاعة أمرهم والسير خلفهم مهما فعلوا أو ارتكبوا. يجب أن نعرف بأنه هؤلاء جعلونا نفقد حسن الأخلاقي والإنساني عندما نرى فقراء وأطفال يسولون في تقاطعات الطرق، ونكتفي فقط بإطلاق كلمات عامة مثل يعني هناك فاسدين وتجار دين وبدون كلام عام، ونتجنب أو نستر على روحنا. هذا المفهوم كما قلت هو مشكلتنا كبيرة. لكن السؤال، من جعلنا نرفض الحوار مع الحقيقي مع فيما بيننا أو بيننا وبين الآخرين من المختلفين عنا يعني كأجناس أو كأديان؟ هذا لابد أن نتساءل من المتهم بهذه العملية الآن، أو لابد أن نتساءل هل هذا. من هنا أقول لماذا يعني ما أريد نفكر لكل اللي جرى إلنا هو سبب هذا الدين الشائع، هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة باسم الدين ويشترون الذمن. لماذا لا نقول مثلا للمحتال والفاسد أنت فاسد ومحتال؟ لماذا مثلا لا نقول للفاشل أنت فاشل ونحن لا نريد أن يقودنا فاشلين؟ ما نريد يا أخي، هل أنت فاشل؟ أرقام تقول أن أنت فاشل، ما قدمت لنا شيء مفيد، شعارات ما نحتاج، لا نريد أقوال إنما نريد أفعال. هذا شعار بسيط لكن بإمكانه يغير مستقبلنا بالكامل. وعلينا أن نتساءل من الذي جعلنا بدلا من أن نشغل بهذه محجبة وذلك لا يؤدي فرائض الدين وهذا لا هذا مفطر ويجب أن يعاقب، بدلا من أن نشغل بهذه التفاهات علينا أن يعني نعرف من اللي خلانا ندخل بهذه الحروب الخاسرة اللي ما لنا بها أي مصلحة، وهؤلاء أيضا بعد أن ننهزم ونقتل ونشرد ونخرج نطلع نصفق لهم، يعني هم يوقعون على بيع أوطاننا للغرباء ويدعون بأنه الآخرين هم الذين يهاجموننا ونلوم الآخرين، يعني بل نطلب من الأجنبي أن يعاملنا بطريقة أفضل. زين تطلب يا أخي، اطلب من هذا المتحكم بأمرك، أنت ضحية هؤلاء الذين يغتصبونك يوميا، يغتصبونك في حياتك في مستقبلك في واقعك في مصيرك في علاقتك مع أهلك في أبسط أشياء حياتك، يغتصبونك ويستنزفون طاقاتك ويستغلونك، فأنت عليك أن تطالب هذا مو أن تدافع وتهتف مع بتبرير أخطاء بأن هنالك قوة خارجية ومحتلين أجانب. لا، هو هذا المحتل، مو هو المحتل، ومن ما يمثله من دين شائع وثقافة شائعة. عندما نكون أقوياء داخلنا، عند يكون الآخر لا يستطيع أحد أن يهزمنا. الهزيمة داخلنا وليس خارجنا، الهزيمة إنه عندما نرفض أن نعترف بأخطائنا ونفضح أنفسنا بأنفسنا. هذا هو اللي الواثق من نفسه، هو اللي يعرف كيف يجابه نفسه ويعرف كيف يطور نفسه. من هنا أنا أعتقد أن العربي هو عدو نفسه، يعني أكبر عدو للعربي هو نفسه، ومجتمعاتنا هي عدوة نفسها بنفسها، وعلينا نكشف هاي الحقيقة
ونأمل على أساس أن نفضح هاي الحقيقة بكل الطرق، كل واحد وطريقته. هذا الشيء اللي إحنا من خلاله نستطيع أن ننهض، معنى النهوض، ومن نهوض من أفق جديد، من ثقافة جديدة، من وعي جديد، من رؤية جديدة. هذا النهوض، وليس النهوض من ماضي تليد، وكما هاي الكلام الشعارات التي دمرت حياتنا ودمرت مستقبلنا، وإحنا الآن جميعا ضحايا هذه الشعارات وضحايا الأفكار والعقائد الاستبدادية، وأبرزها العقائد الدينية طبعا. وأقول علينا أن نحاسب هؤلاء، ونقول بأن علينا أن نعرف من جعلنا مجرد مطبلين ومزمرين لهذا الدجال، الإمام الدجال وذاك الفاسد المحتال. علينا كما قلت أن لا نفرح بعلامات ورموز التخلف، بل أن نفرح بعلامات التقدم والتطور والخلاص من أصول الماضي وقيم الماضي المتخلفة. علينا أن لا نرفض أن نشوف شباب يقتلون ويذبحون على يد دواعش ومواعش وهاي. علينا أن يعني ما نفرح ونغضب لأجل أنه هنالك متخلف قام بشيء سيء. لابد أن يعني ليش ما لا نبالي مثلاً مضى الملايين يهربون فراراً من صراعاتنا التافهة؟ ليش ما نشوف الواقع كما هو؟ الواقع يقول بأنه إحنا مارسنا العنف تقريباً هاي قرن كامل، إحنا نمارس العنف باسم الدين أو باسم العقائد المدمرة طول البلدان الإسلامية وعرضها. شنو كانت النتيجة؟ ليش ما نسأل نفسنا هاي نفضح الأسباب؟ الأسباب ما هي الأسباب؟ أنا عالج مو كطلعوا لي مفكرين يتحدثوا لي عن يعني ها أكو أخطاء وأكو يجب أن إصلاح، نجري إصلاحات وما ذلك. ماكو شيء اسمه إصلاح، هاي كذبة كبيرة علينا نتخلص من أثها تماما. يعني تخيلوا أنه حتى جواز السفر أصبح مكروه، يعني إنسان العربي الآن والمسلم أصبح مرفوض بكل دول العالم. هاي أبسط حق من حقوق الإنسان أن يكون الإنسان العربي المسلم يعيش حياته، أو الناس تجي عليه تزوره. يعني أكو بلدان عربية الزائر الأجنبي ما يوصل، يخشى الدخول لهذه المناطق، تعتبر ممالك خاصة بفلان أو علان، أو هم كلهم ناس تافهين وجهلة ومتخلفين. إحنا كلنا نعرف هاي المسألة، لكننا نتستر على ما يجري. هذه الوحدة عندما نتقبل فكرة فضح ما هو موجود سواء على صعيد الخارج يعني المحيط البيئة مالتنا، أو على صعيد النفس. علي أنا مثلا من أخطائي أنا أعترف بأخطائي، أنا كنت جاهل وكنت أعرف بأنه لدينا مشاكل كثيرة وكنت أتهرب من مواجهتها. الآن لا أعترف أنه أنا ثقافتي اللي أنا ربيت عليها لا ما أتقبلها بعد الآن على الإطلاق. علي أن أنشئ أشياء جديدة وأدعو الناس أن يخرجون من شرنقة أو زنزانة هذه المعتقدات المتخلفة، واللي يعني أثبتت يعني الواقع هو يعني خير دليل، يعني ما يحتاج وتبريرها بوجود آخرين ومحتلين وغزاة. هذا لا، هذا بالعكس، هذا التبرير وتغطية وتواطؤ مع المجرمين والقتلة والفاسدين. لهذا حتى ما أطول أقول كان يجب علينا نتساءل، ما كان يجب أن نثور على نظام من أجل نظام جديد بدلا من أن نثور باسم الدين. أعرف أنه البعض راح يغضبون عندما قلهم أن الدين هو السبب الرئيسي، لا، هذا الدين شعر هو السبب الرئيسي لكل ما يحصل. الكل يخاف من هذا الدين، يعني الدين مخيف، مو بس احنا كافراد نخاف من عنده الدين ان شاء الله، ونخاف من عنده كحكومات، رؤساء دول يخاف من عنده، رؤساء دول كبرى تخاف من هذا الدين ان شاء الله. بالمناسبة هل هذا شيء يشرف الدين؟ اختم قولي بهذا واقول ان هذا الدين لا يشرف احدا، دين يخشى العالم جميعا منه، هذا الدين لا يشرف احدا. وبالمناسبة كثيرون يفتخرون بهذا بأنه الدين، هذا الدين الذي يخشى العالم كلهم كله من قوته وتماسكه. لا،
على الناس جميعا والعالم جميعا أن يقول انظروا هذا الدين العظيم كم جميل وكم متسامح وكم يحمل من قيم سامية ونبيلة. هذا هو المطلوب أن نقوله وليس العكس. أختم وأقول أن الموت يقال بأن الموت ستر والحياة فضيحة. فأتساءل فأيهما تفضلون؟ أترك لكم جواب. مع السلامة وشكرا للإنصات، وأتمنى أن تشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.